مرحبا اخواني الطلبه ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه اول شابيتر من الموديل الاتوميستيك اللي هي كاركتيرستيك دو لاتوم. اللي غادي ننصحكم به في هذا الموديل خصكم تتبعوا الدروس من الاول حتى الاخير. يعني الا خديتي البوليكوب بغيتي تقرا الكور ديالك قراه من الاول حتى الاخير، ما تجيش تبدا من الوسط، حيت الا بديتي من الوسط ما غادي تفهم فيه والو، حيت اهم حاجه هي لاتوم. ولاتوم في هذا الموديل كنهضروا عليها هي الاولى، من بعد تيجي شي اخر. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا ستركتور دو لاتوم. الا فهمتي لا ستركتور دو لاتوم غادي تكون فهمتي الموديل كامل. بالنسبه لا ستركتور دو لاتوم، يعني عندنا لاتوم ديالنا هي هذه اللي كتكون عندنا من النوايو اونتوري بار دي الكترون، يعني تكون عندنا دي الكترون تيدورو بي. مثلا درت هذا، الى خدينا هاد لو نوايو وعملنا له واحد كبير هكا يعني زوميناه، غادي يبان لينا انه كيتكون من دي بروتون ودي نوتر، دي بروتون ودي نوتر. واه مثلا هكا بالنسبه لي بروتون، يعني هادو بالنسبه لو ترمزوا ليها بهذا الرمز، يعني الالكترون كنرمزوا ليه بهذا الرمز الالكترون، يعني باش نوليو عارفين من بعد شنو تنقصدو بهاد الرموز. بالنسبة لي نوترون ترمزوا ليه بان صغيرة، وبالنسبة لي بروتون ترمزوا ليهم بي صغيرة. واه بالنسبه الى خدينا دي زيلكترون، لي زيلكترون سون شارجي نيجاتيفمون. فوالا. وبالنسبه لي نوترون تيكونوا شارجي بوزيتيف، بالنسبه لي نوترون تيكونوا لا شارج ديالهم نول، يعني تنعرفوهم باش ما يتغلطوش ليكم، يعني تنعرفوها غير من الاسم ديالها، يعني نوتر نوترون، يعني لا شارج ديالها راها نول، يعني كي ايغال ا زيرو. بالنسبه لهنا كي غادي تلقاها كتساوي هي موان 1.6218 جو بونس كولون. فوالا، يعني لا شارج راها موان، ردو معايا البال. بالنسبة لهادي لا شارج ديالنا قلنا زيرو، بالنسبة لي بروتون تيكون شارجي بلوس، يعني إلا خدينا كيو ديالها غادي نلقاوها كتساوي هي بلوس 1.60218. عفوا هنايا لا شارج كبرتها بزاف، يعني فوا 10 على بويسونس موان 19 كولون، وبالنسبة لهنا فوا 10 على بويسونس موان 19 كولون. يعني إلا خدينا لي بروتون مع لي زيلكترون نشوفو أن لا شارج ديالهم سون دي شارج أوبوزي، يعني هنا عندنا موان هاد لا شارج، هنا غادي نلقاو بلوس ديالها، يعني أن لا شارج ديال هادي راه تقريبا تتساوي لانفيرس بالنسبه لا شارج ديال لي زيلكترون، تتساوي لانفيرس ديال لا شارج ديال لي بروتون. داكشي علاش الا كان عندنا مثلا فواحد لاطوم اتوم اللي هي نوتر، يعني فاش نقول اتوم راها نوتر، وفاش نقول ايون، فاش نقول ايون راه سوا لا شارج ديالو كتكون تتساوي لنا بلس ولا موان، يعني هذا ايون. الا كانت اتوم، هذه بالنسبة للإيون، بالنسبة للأتوم تلقاها لا شارج ديالها راها نول. فوالا، يعني لا شارج ديال الأتوم راها نول، بالنسبة للإيون تنلقاه شارجي بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون. بالنسبة للأتوم نوتر، إلا كانت كي تتساوي زيرو، يعني لو نومبغ، يعني لو نومبغ ديال لي زيلكترون إيكال على لو نومبغ ديال لي نوتر، ديال لي بروتون عفوا. فوالا، يعني تلقاهم كيتساويو لينا. بالنسبة إلا خديت إيون، إلا خديت لواحد الإيون، يعني إلا لقيتو شارجي بلوس، إلا لقيتو شارجي بلوس، يعني شنو تنعرف؟ تنعرف أن هذاك الإيون راه فقد لينا واحد الإلكترون. وشوفوا إن شاء الله كيفاش يمكن نحيدو واحد الإلكترون، كيفاش ندخلو واحد الإلكترون باش نحصلو على إيون. الى لقيناه شارجي نيجاتيفمون، يعني تنعرفوا ان هاد لاطون ديالنا راه اكتسبات واحد الالكترون، و الى اكتسبات الكترون يعني لا شارج غتزاد ليه واحد لا شارج موان،
وبالتالي تولي عندنا موان. فوالا هادشي اللي عندنا. دابا غادي نشوفو لا ماس و لي شارج ديال لي زيليكترون لي نوترون و لي بروتون. فوالا بالنسبة لا ماس و لي شارج ديال لي زيليكترون ديال لي بروتون و لي نوترون، إلا لاحظنا مزيان أنه إلا شفنا أن لا ماس ديال الإلكترون راه صغر بزاف من لا ماس ديال البروتون وصغر من لا ماس ديال لو نوترون، يعني ان لا ماس ديال الالكترون الا قارناها مع هاد لا ماس ديال البروتون مع لي نوترون يعني راها صغيره بزاف مع لا ماس ديال لو نويو، حيت قلنا ان لو نويو لي يعني لو نويو قلنا انه تيتكون من دي بروتون بلس دي نوترون، يعني الا خدينا لا ماس ديال لي بروتون مع لي نوترون مقارنه مع لا ماس ديال الالكترون اللي هي 9.11 فوا 10 على بويسونس موان 31 كيلوغرام، يعني منساش الوحده، راها صغيره بزاف، يعني لا ماس ديال الالكترون راها صغيره بزاف لدرجه اننا كنعتبروها ايكال ا زيرو، يعني الى حسبنا لا ماس دو لاتوم الى حسبنا لا ماس دو لاتوم راه كتعطينا تقريبا هي لا ماس ديال النويو، ما كيكونش واحد الفرق كبير بزاف، ولكن في التمرين يعني غادي نشوف واحد التمرين ان شاء الله غادي نحسبوا لا ماس ديال لاتوم ديال لاتوم كامله، يعني بلي زيليكترون لي بروتون لي نوترون، وغادي نحسبوا لا ماس ديال النويو وغادي نشوفوا انه ما كاينش شي فرق كبير بين لا ماس ديال لاتوم وبين لا ماس ديال النويو، يعني 0.00 شي حاجه. تنقولوا ان لا ماس ديال لاتوم راها لوكاليزي دون لو نويو، يعني ان لا ماس ديال لاتوم كامله راها لوكاليزي في لو نويو، حيت لو نويو فيه لي بروتون لي نوترون، لي بروتون لي نوترون عندهم لا ماس كبيره على لا ماس ديال لي زيليكترون. بالنسبه لا شارج رحنا ديجا شفناها، يعني هنا عندنا بلس وهنا عندنا موان، يعني لي زيليكترون تيكونوا شارجي نيجاتيفمون بالنسبه لي بروتون تيكونوا شارجي بوزيتيفمون. بالنسبه لهاد لي فالور يعني ما كنحفظوهمش بهذا المعنى، يعني ما كنحفظوهمش، ما يمكنش لك تبقى تحفظ هاد لي فالور، حيت الا كنتي محتاجهم في ليكزيرسيس راه كتلقى البروف راه عاطيهم لك، لكن اللي خصنا نعرفو هو ان لي زيليكترون شارجي نيجاتيفمون بالنسبه لي بروتون شارجي بوزيتيفمون بالنسبه لي نوترون نوتر يعني نوتر ما كاينش عندنا لا شارجي كالا زيرو. بالنسبه لا ماس يعني خصنا نعرفو ان لا ماس ديال الالكترون راها صغيره بزاف، يعني ان لا ماس ديال لاتوم راها لوكاليزي دون لو نوايو. بالنسبه الى بغينا لا ماس اتوميك يعني لا ماس ديال واحد لاتوم الى بغينا راه غتساوي لنا هي زد فوا لا ماس دو بروتون بلس زد فوا لا ماس دو الالكترون بلس زد بلس افوان ان اللي هو لو نومبر دو نوترون فوا لا ماس ديال لو نوترون. فوالا اللي تساوي لنا ايضا هي زد فوا لا ماس دو الالكترون بلس لا ماس دو نوايو. فوالا علاش لو نوايو؟ حقاش لو نوايو فيه يعني غادي ناخذو هادي مع هادي، يعني غادي ناخذوهم بجوج، هادي هي لا ماس دو نوايو. فوالا هادي هي لا غولاسيون باش نقدرو نحسبو. الا بغينا لا ماس ديال لو نوايو بوحدو غادي نديرو يعني نديرو هنايا لا ماس ديال لو نوايو إيكال حيت هو فيه لي بروت غير لي بروتون وفيه لي نوترون، يعني زد فوا لا ماس ديال لي بروتون بلس زد فوا لا ماس دو بروتون بلس ان يعني النومبر دو نوترون فوا لا ماس ديال لو نوترون غتعطينا لا ماس. تاني حاجة خصنا نعرفو هي لا غوبريزونطاسيون دو لاتوم، يعني
خصني نعرف ندير لا ريبريزونطاسيون دو لاتون ديالي ولا الا شفتها نعرف نقرا لا ريبريزونطاسيون. لا ريبريزونطاسيون تتكتب عندنا على هذا الشكل، يعني تنديرو الحرف الاول من الاسم ديال لاتون تنديرو اون ماجيسكيل اللي هو اكس، يعني ليليمون كونسيديري باش نعرفو. كندير هنا زد اللي هو لو نومبر دو بروتون ولا ممكن نسميه حتى لو نيميرو اتوميك. عندي A اللي هو لو نومبر دو ماس اللي عندنا العلاقة اللي A تتساوي هي زد بلس N، اللي N هي لو نومبر دو نوترون، وعندي Q سي لو نومبر دو شارج ولا لا شارج. بالنسبة ندير واحد المثال، مثلا عندي واحد ليليمون اللي هو لو كاربون. انا ما غاديش نلقى مثلا قلبتي في جوجل ما غاديش تلقى لو كاربون عنده مثلا 6 الكترو 6 بروتون، وغتلقى عنده مثلا واحد غتلقى عنده بحال 12 في لو نومبر دو ماس، وما غاديش تلقى عنده مثلا غادي كاتب لك عنده واحد لا شارج. لا، بالنسبه لو كاربون الى لقيتيه غادي تلقاه على هذا الشكل، كيتكتب على هذا الشكل. كناخذ الحرف الاول منه اللي هو سي كنكتبو اون ماجيسكول، كنجي للزد شحال كتساوي يعني هي 6، كنجي ل ا لو نومبر دو ماس عندي هو 12، وبالنسبه لكي لا شارج الى كانت كنكتبها الى كانت بلوس ولا موان، لقيت ما كاين والو يعني راها زيرو، وما تنكتبو الزيرو هكا يعني ما تندير والو الا كانت لاطون ديالي نوتر. في حاله الا كان ايو راه غادي نلقى بليس ولا موان. فوالا، انا غير تنشوف هاد لا ريبريزونطاسيون تنعرف ان عندي لو كاربون 6 يعني عندو زد لو نومبر دو بروتون ديالو ايغال 6 و لو نومبر دو ماس ديالو ايغال 12. فوالا حتى لهنا مزيان. بغيت نعرف انا ان لو نومبر دو نوترون، يعني عندي A إيكالا Z بلس N، غادي تعطيني إلا خرجت N، يعني إلا خرجت N، N غادي تعطيني هي A موان Z. فوالا، يعني إلا بغيت N راه هي A موان Z، إلا خديت A موان Z يعني تنعرف راها N تتساوي 6. يعني 6 نوترون. دابا بالنسبه ل ا والزد، بالنسبه ل ا والزد شي مرات كتلقى انه كاتب لك لو كاربون هكا كيدير لك 6 12، كيجي في ليكزيرسيس كيعطي لك على هذا الشكل. انت باش دي غادي تخدم زد هي 12 و ا هي 6. لا، باش نفرق بين A و Z حيت سواء درت هنا ولا درت Z هنا ولا هنا ولا درت A هنا ولا هنا راهم كيف كيف، ولكن باش نفرق بيناتهم انه تنعرف ان A راها superior او ايغال A Z. فوالا، يعني ديما A تنصيبها اما تتساوي Z لا اكبر منه، كنلقاه تتساوي Z في حالة الهيدروجين ولا نلقاها اكبر منه كيف ما في هذه الحالة ديال لو كاربون. بالنسبه لو نومبر دو ديليكترون، يعني لو نومبر ديليكترون يعني الا بغيت نعرف شحال عندي من ديليكترون يعني لو نومبر ديليكترون، ما تخلطوش بين هاد ان وهاد ان، هادو لو نومبر دو بروتون، انا كتبت هنايا ان ودرت حداها ديليكترون يعني لو نومبر ديليكترون اللي كتساوي، يعني بغيت نحسب لو نومبر ديليكترون راها غتساوي ليا لو نومبر دو بروتون، ولكن ردوا البال غادي تساوي ليا لو نومبر دو بروتون في حاله وحده الا كانت عندي لاطوم نوتر في حال هاد الحاله. هاد الحاله عندي لاطوم ديالي نوتر يعني لا شارج ايغال زيرو، لو نومبر دو بروتون ايغال لو نومبر دي الكترون يعني 6 6، يعني لو نومبر دي الكترون ايغال 6 و لو نومبر دو بروتون ايغال 6. في حاله الا كان عندي مثلا عندي واحد الايون،
عندي واحد ايون هنايا مثلا، عندي هنايا شارجي بلس فوالا، وهذا شارجي موان، ولا نديرو ليه هنا في الحاله مثلا دو موان شي ماشي. المهم بغيت نفترضو حنايا، عندي بغيت نعرف لو نومبر دي الكترون، مثلا ندير ليها نديرو هنايا لو نومبر دي الكترون ايغال. الا بغيت لو نومبر دي الكترون في هذه الحاله لي شارجي بلس، يعني شنو تندير؟ يعني لاطوم ديالي راها فقدات واحد واحد الالكترون، يعني كنا عندنا لاطوم ديالنا على هذا الشكل، عندنا لو نوايو هنايا عندنا واحد الالكترون هنايا، الا فقدات الكترون يعني غتولي شارجي بوزيتيف، يعني غير من واحد البلوس هنايا فوالا. هنا الا حيدت الكترون يعني غتولي شارجي بلوس، يعني هنا لو نومبر ديالكترون غتساوي لنا هو لو نومبر و le nombre de protons moins ça. Voilà. يعني تناخذ ان هاد لا شارج ديما تنحطها هنا، يعني تندير موان وتنحط هاد لا شارج اللي عندي، يعني بلس 1 راه الا خديت هاد لوكا، يعني لو نومبر ديال لي زيلكترون في هاد لوكا هادي، يعني هادي في هاد لوكا وهادي في هاد لوكا، يعني هنايا ايغال هي لو نومبر دو بروتون، وغادي نجي موان ديال لا غولاسيون ديالي موان موان دو، يعني سناخد هادي بالاشاره ديالها ترجع لها اشاره قدام، يعني موان دو، يعني غتولي هادي هي موان دو ايغال اللي هي نومبر دو بروتون موان بلس دو فوالا، يعني تتولي عندي بلس. يعني دابا نقدروا نخرجوا واحد العلاقه من هنا اللي هي نحيد هادشي، يعني الا بغيت لو نومبر ديال لي زيلكترون راه ايغال هو لو نومبر ديال لو بروتون اللي هو زد، نكتبو حنايا زد هنايا باش دابا نتعودوا عليها، هي باش غنولي نخدموا ليها في ليزيكزارسيس، يعني هي زد موان، وغادي ندير لا شارج ديالي، لا شارج ديالي سواء كانت بلس ولا موان، يعني تنحطها بالاشاره ديالها، كناخذها بالاشاره ديالها. الا كانت عندي مثلا مثلا ندير ازوت ان ستوك هنايا لقيت مثلا 3 بلس فوالا، يعني اش غادي ندير هنايا؟ غادي ندير بلس 3، يعني غتبقى ليا موان، يعني زد موان 3. الا كانت عندي مثلا سي ان موان، يعني هي هنايا بحال قلتي ان موان، ولكن تنكتبوش ان، يعني عندنا هنايا موان. الا خديت لا غولاسيون ديالي يعني غتعطيني هي لو نومبر ديال الكترون هو زد، يعني لو نومبر ديال لي بروتون موان موان زد، يعني هي بلس 1 فوالا. يعني خصكم غير تردوا البال مع الاشاره اللي تتكون عندكم في الايون. يعني هنا غادي نديرو لو نومبر دي الكترون ايغال هو نومبر دي الكترون ايغال ا زد موان لا شارج بلس ولا موان، على حساب لا شارج اللي عندي هنا. هاد المساله ردوا ليها مزيان، ان لو نومبر دي الكترون راه ماشي ديما هو لو نومبر دو بروتون، وكيتصيدوا فيها بزاف طلبه في لي زيكزام، يعني تعتبر انه غير تتبان لي ما تديهاش فهاد لا شارج، وهاد لا شارج مهمه بزاف، يعني تنعرف واش عندي اتوم ولا ايون. الا ما كانتش هادي راه عارف عندك اتوم، الا كانت عارف عندك ايون، راه النومبر ديال يعني الزاد خصني ديما نرد معاه البال، راه الزاد هو النومبر دو بروتون، وتيكون هو لو نومبر ديال الكترون، ولكن في حالة ان الاتوم عندك تكون هنايا زيرو. دابا تالت حاجة خصنا نعرفو هما لي زيزوتوب. بالنسبة لي زيزوتوب هما دي زاتوم، يعني على حساب لا ديفينيسيون تقدرو تحتاجوها، سو سون دي زاتوم دو ميم نيميرو اتوميزي اي دو نومبر دو ماس ا ديفيرون، يعني تيكون عندنا ا ديفيرون وتيكون عندنا زد متساوي بيناتهم، اللي تنسميوهم بالعربية هما النظائر واللي شنفناهم في الليسي.
مثلا اكزامبل واحد الاكزامبل باش نفهموا هاد لي ايزوتوب. عندنا الهيدروجين كاينين فيه 3 ايزوتوب، عندنا H1N اللي هو بروسيون، هذا الاسم ديالو تسميه بروسيون. عندنا الايزوتوب الثاني ديال الهيدروجين اللي هو H2N اللي تسميه ديتيريوم. بالنسبة للنوع الثالث اللي عندنا هو H3N واللي تنسميوه تريسيوم. فوالا هادو هما 3 ايزوتوب ديال الهيدروجين. الى لاحظنا هاد 3 ايزوتوب كيبان ليا ان الزاد ديالهم ما كيتغيرش، ولكن الى مشيت للا ديالهم يعني لو نومبر دو ماس كنلقاه انه كيتغير عندي 1 2 3. فوالا الى مشيت مثلا بغيت نعرف واش لو نومبر دو نوترون كيتغير حتى هو ولا ما كيتغيرش، هنا قال لي غير لو نيميرو اتوميك زيد يعني تبقى ستابل يعني تبقى يتساوي بيناتهم، ولكن لو نومبر دو ماس ا راه ديفيرون يعني غادي نشوف ان لو نومبر ان. قلنا ان تتساوي لنا هو ا موان زيد، الى حسبت بها هنايا يعني عندي ا موان 1 لو نومبر هنا نديرو مثلا هنا تساوي ليا في هاد لي زوتوب غادي يساوي ليا 0، في هاد لي زوتوب 2 موان 1 غادي يساوي ليا 1، 3 موان 1 غادي يساوي ليا 2. يعني حتى لو نومبر دو نوترون راه كيتغير بالنسبه لي زيزوتوب. رابع حاجه اللي غادي نعرفو هو لو مول لو نومبر دافوغادرو اي لا ماس مولير. علاش هاد الثلاثه بالضبط؟ حيت هاد الثلاثه كي يتلاقاو لنا في واحد المجموعه من الاشياء. غادي نشوفو دابا. عندي مثلا هنايا قال لك اي مول داتوم هو ان باكي داتوم رونفيرم ان اتوم، يعني هو مثلا واحد الكونتيتي فيها واحد النومبر ديال لي زاتوم. هاد لو نومبر ديال لي زاتوم هو اللي تنسميوه لو نومبر دافوغادرو اللي تساوي لنا هو 6.023 × 10^23 اتوم بار مول. فوالا هذه هي الوحده ديالو. بالنسبه هنايا بالنسبه لهاد المول ديال الاتوم يعني خلينا واحد المول ديال الاتوم، الى حسبناه الى عبرناه مثلا غادي نلقاو لاماس ديالو اللي تمسموها لاماس مولير. مثلا انا غنجي غنطبق هادشي دابا، عندي واحد مثلا بغيت 1 مول ديدروجين، الى بغيت 1 مول ديدروجين يعني الى بغيت 1 مول ديال الهيدروجين خصني نعبر خصني نحسب 6.023 × 10^23 اتوم ديدروجين. فوالا راه هذا هو 1 مول ديدروجين يعني فيه 6.023 × 10^23 اتوم. نفس الشيء سواء كان عندي الكربون الكلور اللي كان راه نفس الشيء يعني 1 مول راه فيه هاد لو نومبر ديال لي زاتوم. داكشي علاش تنقولو النومبر دافوغادرو هو 6.023 × 10^23 اتوم بار مول. الى خديت هاد لو نومبر دافوغادرو يعني 6 اتوم حسبتها ديال الهيدروجين، اش غادي ندير ليها؟ انا غادي نجي وغادي نعبرها يعني لا ماس ديال 1 مول ديدروجين الهيدروجين شحال غادي نلقى فيه تقريبا؟ غادي نلقاه كيساوي ليا هو 1.01 غرام بار مول يعني لاماس ديالو. نحيدو حنا هاد المول باش نفهمو، يعني لاماس ديال هذا راه هي 1 غرام يعني خصني نعبرو راه هاديك هي لاماس مولاغ ديالو تندير غرام بار مول. فوالا غالبا كناخدو حنايا إيكالا 1 يعني لاماس مولاغ ديال الهيدروجين إيكالا 1 يعني عندنا علاقة وطيدة بين هاد التلاتة هادو مخصناش نفرقو بيناتهم. يعني إلا خديت واحد المول ديال لي زاتوم يعني راني خديت ف
في نفس الوقت 6,023 فوا 10 على بوسونس 23 اتوم. وإلا خديت هاد لا كونتيتي وعبرتها غادي نلقى لا ماس مولير ديالي وغادي نشوفوها ان شاء الله في التمارين. يعني مثلا خديت هنايا الازوت، يعني خديت 1 مول ديال الازوت. الا بغيت 1 مول ديال الازوت شحال فيه؟ راه فيه 6,023 فوا 10 على بويسونس 23 اتوم ديال اش ديال الازوت. و الا جيت هنايا غادي نعبرها، بغيت نعبرها ديال البالانس غادي نحسب، غادي نلقى ام فيها ديال لا ماس ديال 1 مول ديال الازوت غادي نلقى هي جو بونس 14 غرام بار مول. بكل بساطة يعني خصنا نربطو بيناتهم. خامس حاجة اللي غادي نعرفو هي لونيتي دو ماس اتوميك. عرفنا انه لا ماس ديال الالكترون راه تساوي لنا هي 9,11 فوا 10 على بويسونس موان 31 كيلوغرام. وعرفنا ان لا ماس ديال البروتون كتساوي لنا تقريبا هي لا ماس ديال النوترون كتساوي لنا تقريبا هي 1,67 فوا 10 على بويسونس موان 27 كيلوغرام. الى حسبنا هادو في واحد لاطون مثلا غادي نلقاو لا ماس ديال واحد لاطون اللي هي اكس اتوم اكس كما كانت غادي نلقاو تقريبا هي 1 شي حاجه فوا 10 على بويسونس موان 27 ل موان 26 كيلوغرام. الى عطيناها بهاد الوحده هادي كيف ما غنشوفو في واحد ليكزارسيس، الى عطيناها بهاد الوحده غادي تجينا شويه ان هاد لافالور راه صغيره بزاف، يعني هاد لافالور راه غاديه للصفر، يعني راه تساوي لنا 0.2700 وغاديه، يعني هاد لافالور راه تقريبا نيل. العلماء فكروا باش يديروا واحد لينيتي ويحيدوا هاد الكيلوغرام. هاد لينيتي اللي فكروا فيها هي لينيتي دو ماس اتوميك، يعني نعبروا بها على لا ماس ديال الاتوم. الى خدينا الى مشينا لا ديفينيسيون اللي عطاونا على هاد لينيتي دو ماس اتوميك اش قال لنا؟ قال لنا هي اي لو 1 سور 12، يعني هي 1 سور 12 دو لا ماس دان اتوم دو كربون 12. يعني عندي الى بغيت نكتبها بواحد الغولاسيون، يعني واحد يونيتي دو ماس اتوميك راه كتساوي ليا هي 1 سور 12 فوا لا ماس ديال ان اتوم دو كربون 12. فوالا الوحده غتكون عندي بطبيعه الحال ام راه بالغرام ولا بالكيلوغرام، بالكيلوغرام ولا بالغرام بحال بحال كيف كيف. فوالا يعني غادي نولي نحول من الكيلوغرام ولي نحول لونيتي دو ماس اتوميك ولا من الغرام لونيتي دو ماس اتوميك. غادي نجي هنايا اول حاجه غادي نقلب عليها ان زي دوز، عندي خصني لا ماس ديال ناتوم دو كربون 12 ان مول. يعني عندي ان مول دو كربون 12 راه تساوي ليا، يعني الى عبرت لا ماس دان مول دو كربون 12 راه تساوي لنا هي 12 غرام. فوالا هادي عقلوا عليها مزيان، هي ولا ديفينيسيون ديفينيسيون تتحسب، يعني في ليكزام نقدر يجي يقول لك عطيني لا ديفينيسيون ديال لينيتي دو ماس اتوميك، ولا يقول لك عطيني لا ديمونستراسيون ديالها هي اللي غادي نديرو دابا. هنا عندي لا ماس دان مول دو كربون 12 هي 12 غرام. فوالا يعني انا عندي 6، يعني 1 مول راه فيه 6, كيف ما عرفنا في لا ديفينيسيون 0.23 يعني النومبر دافوغادرو فوا 10 على بويسونس 23 هذا هو النومبر دافوغادرو اتوم. يعني الا خديت هاد المول ديال لو كربون 12 راه غادي نلقى فيه 6,023 فوا 10 على بويسونس 23 اتوم. فوالا
هاد لا كونتيتي شحال فيها من غرام؟ يعني عندي فيها هو 12 غرام، يعني الى عبرنا غادي نلقى 12 غرام. الى خديت ان اتوم ديال هاد لو كاربون 12 شحال غادي نلقى فيها؟ يعني لا ماس ان اتوم ايغال الى بغيت لا ماس ديال اتوم هذه الطريقه الثلاثيه 1 فوا 12 سور 6 يعني هي 12 سور لو نومبر دافوغادرو وحده عندي اون غرام يعني النومبر دافوغادرو اللي هو هذا حتى لهنا مزيان واضح اشنو غادي نجي ندير انا ساهل غادي نطبق لا ديفينيسيون قال لك لينتي دو ماس اتوميك اي لو 1 سور 12 يعني الى بغيت 1 unité de masse atomique égale il y a 1 sur 12 à la définition 1 sur 12 fois la masse de l'atome de carbone 12 il y a 12 sur Na égale va dire que il y a 12 12 va dire que il y a 1 sur Na voilà et là c'est ça غادي نلقى تقريبا هي 1.66 فوا 10 على لا بويسونس موان 24 غرام فوالا هادي هي لينيتي دو ماس اتوميك اللي كتساوي لنا هي 1.66 فوا 10 على لا بويسونس موان 27 كيلوغرام يعني هادي راها ان يونيتي دو ماس اتوميك والو انا خرجناها يعني راه بسيطه كتطلب غير واحد شويه ديال التفكير اللي غادي ننصحكم به هو حاولوا انكم تبعوا لا سيري كامله يعني غادي ندير واحد المجموعه من التمارين باش يبان لكم هادشي كامل اللي درناه وتعرفوا علاش درناه عندنا 3 اكزرسيس في هاد لو شابيتر غادي تلقاهم ان شاء الله في لاشين ديالي لي زاماتور دو شيمي السلام عليكم